انت مونتالمون وفيزيكمون لاقي روحك في دي كونديسيون نجم تقول معناتها فالابل اكسبتابل بالنسبه للتحضيرات الاولمبيه. ثم تحسينات ان شاء الله، ان شاء الله نجتهدوا ككل ناس كل معتنا. وسام المنلولي مانيش نكره وحدي كيك الكتروني عايش في العالم ولا يمشي يشارك في العالم باسمه هو خاص، معناتها ورايا بلاد ورايا مؤسسة الدولة ورايا سياسة الدولة معناتها ذو تاريخ عريق. هذا مكسب لي أنا ومكسب لبلادي ومكسب للرياضة التونسية. إن شاء الله نواصلوا في الدرب هذا، إن شاء الله نواصلوا في الإصرار هذا، وإن شاء الله نواصلوا في نجاحات جديدة إن شاء الله. هذا اللي متعطشين له، وأنا واحد من الناس مانيش باش نبخل بحتى قطرة عرق باش نرفع راية بلادي، ومازلت مصر باش نرفع راية تونس. باهي، احنا في تونس أسامة اللي يقول أسامة ملولي يقول تتويجات، يقول الذهب، يقول ميداليات، يقول رفع راية وطنية. بصراحة نحب تكون صريحة معنا ومع المستمعين، نستناو حاجة الأولمبياد الجاي ولا صعيب شوية؟ شوف إسلام، الألعاب الأولمبية الترشح في حد ذاته لازم التونسي يفهم أن الترشح في حد ذاته هو إنجاز. مش معك انت يا أولمبيا. مش معك انت وسام. باش نكمل، باش خليني نواصل الفكره. تفضل. الدوزيام بوان هو الفينال اولمبيك في حد ذاتها سي كيك شوز ديكسيبسيونيل. ما تعرف فينال اولمبيك معناتها تدخل من الثمانيه الاوائل في العالم، معناتها انت في الاختصاص نتاعك باش تكون من احسن عبد في العالم على الكوكب الارضي من الثمانيه الاوائل. اوكي، بالنسبه للمياه الحره التأهل يخليك من أحسن 25 سباح في اختصاص الماراثون اللي هو 10 كيلو في المياه الحرة. اون فوا تأهلت، معناتها أنت أنا كنت أهل إن شاء الله غدوة للماراثون، معناتها parmi les 25 meilleurs nageurs du monde في الأوليم. هذا باش يخولي باش نوصل النهائي الأولمبي اللي باش يدوم ساعتين، واللي الإعلام العالمي الكل باش يقعد ساعتين وهو يحكي على الملولي وعلى السيزيام كاليفيكاسيون. معناتها هذا بوبليسيتي كبيرة برشا للرياضة التونسية، والتونس اللي هو معناتها بلد صغير في حجمه وفي معناتها النومبر دو بيرسون اللي موجودين التوانسة، نحن معناتها عددنا صغير ولكن بإنجازاتنا كبير، فهذا معناتها شيء تريز امبورتون. الحاجة الثانية اللي حبيت نقول هذا كإسلام، اللي كونه أنا تخديسيونيلمون عمري ما قلت حتى بعد 2008 وحسيت روحي معناتها في 2007 معناتها أنا ديجا شامبيون دو موند وبارمي لي فابوري باش نربح دو ميداي دور مش ميداي دور واحدة. الله غالب معناتها تضربت وصارت لي إصابة في ظهري واللي خليني معناتها ما نحطمش الرقم القياسي العالمي باغ إكزومبل، ولا ما نهزش ما نطلعش على البوديوم في 400، نطلع البوديوم كان على في 1005. وما قلتش، ما خرجت الصحافة وقلت راني باش نعمل وانا باش نعمل، هذا مش من طبعي. هذا أنا إنسان متواضع، كيلكان دو تخي بخيفي، نخدم في الخفاء وإن شاء الله ربي يبارك. معناتها أنا نقول الطموح موجود، واثق من القدرات اللي كون باش نترشح، إن فوا ترشحت يعمل الله، ولكن أنا معناتها عن يقين اللي كونه بقدرة ربي باش نعمل ريزلتا خير من 2016، خير من ريو 2016. اللي تحصلت فيها على المركز 12. ان شاء الله، واحنا عندنا فيك ثقة وسام، اكيد ما نجموش نستضيفوك من غير ما نحكيو على استعداداتك للاولمبياد الجاي وتصفيات الاولمبياد الجاي. باهي وسام، ظهر لي كنت ما عجبتكش برشا التصريحات نتاع امين تميل الجامعة التونسية وطلبت انك تعقب عليها، اعطينا شنو الصحيح من الغلط في الكلام اللي تقال وسام. والله برشا كلام في الملف اللي انا مطلب اللي كونوا معناتها طلبنا اللي كونوا سيد الباساج في الاعلام في الموضوع هذا خذا وقته، والملف معناتها ترحب بصفه جديه من صحفيين جديين معناتها فاهمين الصوره، حتى الراي العام التونسي فاهم الصوره اليوم. معناتها يزينا كفانا مغالطات، كفانا مبيعات، كفانا رموز تافهه. الرياضه اليوم معناتها كي القطاعات الكل اللي موجودين في تونس تعاني من برشا تهميش وبرشا سوء مسؤوليه في بعض المناصب. الحمد لله اللي اليوم ثم السلطه التنفيذيه اللي هي تحكم في وماخذه بزمام الامور، ان شاء الله الباساسيون هذه تعدى بصفه سريعه والكونتينيتي دو ترافاي يصير باش الملفات ما تتراكمش والحلول نلقاهم في صفيصة. انا بالنسبه للملف نتاعي هو ملف حارق وصار فيه تشويش كبير وصار فيه مغالطات كبيره وصارت فيه معناتها تجاوز للحدود بالنسبه للمسؤولين، وانا نخص الذكر الجامعه وربي يهديهم. انا كما عند كلامي من 2017 معناتها سحب ثقتي من الجامعه هذه، ونطلب في حقي ما زلت نطلب في حقي معناتها من الوزاره اللي هي نعاود معناتها ناكد اللي هي السلطه التنفيذيه في قطاع الرياض.
فأنا طالب الحلول من الوزارة. إن شاء الله نلقاو الحل اللي هو معناته مناسب للنشاط اللي هو نشاط إكسبسيونيل موجود في أمريكا. عن حكمة العادة اللي كونه تعامل معينا معناته يصير بصفة معينة. الجامعة تحب ترجع الخطة أخرى اللي حسب تقديري أنا الخطة متاحة باش تكون فاشلة. باهي أسامة، مدام هدى وقتها قالت انك ما قدمتش معناها الريسيوم تاع الفلوس اللي تحب تصرفهم، وتحب انت تاخذ فلوس تصرفهم وحدك، هذا الاشكال بيناتكم، هذا هو لازم تفهم اللي كونه هذا كلام مش صحيح. اولا المنحه معناتها موجوده، المنحه في من اللي بدات الدوله التونسيه معناتها من الستينات ومن السبعينات، الدوله التونسيه تبعت النخبه نتاعها في التعليم وفي الرياضه للخارج، هذا معناته موجود ونعرفوه الناس كل، وانت اسلام تعرفوا الشيء هذا. المنحه كيفاه تصير؟ يصير معناته اون استيماسيون دو بيجي، اون استيماسيون دو بيجي بحكم التجربه بتاع الدوله التونسيه في الاو نيفو. عندنا اليوم فكره على لو بيجي دو شامبيون اولمبيك قد يتكلف. داكوردو؟ عندنا فكره على الشامبيون افريكان في تونس قد يتكلف. حتى تبدا بطل افريقيا تباشر في نشاطك في الدوله التونسيه في داخل الحدود التونسيه، عندنا فكره فهمت؟ تزيد وتنقص 10 20 50 100 اللي هو الفكره هذه موجوده، معناتها المنحه هذه معينه فهمت؟ المشكله مش في المنحه والمشكله مش في متابعه الصرف. سي ان فو بروبليم، سي ان باتون دون لا رو. خلينا نقولها وخلينا بالفلاقي. سي ان باتون دون لا رو اللي الجامعه من 2017 معناتها تترصد في انا وخلي معناتها يا با اون اوتر اكسبليكاسيون. راهو اليوم الجامعه طمعت في البورصه نتاع وسام ملول، الجامعه من 2017 هذه بالاحسن قالها لي في اجتماع في مع مدير النخبه في الوزاره، قال لي الفلوس هذيك فلوسي. قلت له سامحني شنو فلوس سيدي؟ اش معناتها فلوسك؟ اش معناتها فلوسك؟ قال لي فلوسي، انا رئيس الجامعه، الفلوس هذيك فلوسك. قلت له سامحني، هذيك منحه من عند تونس ولك عرق جبيني وحقي انا، انت شكون بنا السيفة فلوسك انت؟ بنا السيفة معناتها، فسر لي بنا السيفة. هذا الاشكال معناتها، هذا الاشكال مش في انا من 99 عندي منحة من الدولة التونسية بصفتي رياضي نخبة استثنائي، مباشر نشاطي في الخارج. معناتها ما ثم ما صارت حتى اشكالية من 99 إلى يومنا هذا. والتعاملات مع الوزاره بصفه شفافيه، معناتها الفيدراسيون استغلت الاستابيليتي بوليتيك اللي موجوده اليوم في تونس، واستغلت معناتها معناتها دي كرينو هكا نتاع باساسيون، باش عملت فيها ديزاكسيون اللي زادت عطلت الملف نتاعي وزادت كي لا كومبليكي. ما ثم عباد معناتها ثم عباد اللي ماكش باش تعدي عليهم، معناتها ثم عباد تفهم في السبور، تفهم في تاريخ المنحه هذه، تفهم معناتها في مستلزمات النخبة اللي عايشة لبرا، معناتها ما تنجمش تعدي عليهم فهمت. أسامة علاش ما يتفضلش الإشكال معناتها؟ أنت شنو المانع نتاعك باش تقدم معناتها السندات اللي قالوا لك عليهم هذا؟ أنا مقدم وأنا أكثر من قدمت أنت. مقدم كل شيء مقدم، هو راهو عمليا ما تنجمش توصل لك المنحة، هو دو ترونش نتفاهم ونصحوا في الكونترات وفي سبتمبر يعطيك الترونش الأولى، تمشي أنت تباشر نشاطك تلم لي فاكتور تمد لهم لي فاكتور في فيبري، في مارس افريل توصل لك ترونش ثانيه. اون فوا وصلت لك تكمل البريباراسيون تاعك في اخر الموسم في اوت ولا في سبتمبر، نبعث لهم لي جوستيفيكاتيف تاع الدوزيام ترونش ونتفاهموا في الريكوندكسيون دو كونترا. هذا عمليا معناتها شيء نعملوا فيه من اللي انا عمري 16 سنه وانا جو سوي لو باران دو سيت بورس اولمبيك. معناتها انا سي موا كي افي لي بروبوزيسيون بودجي، سي موا كي تراس معناتها le projet de préparation. Moi, c'est moi le quarterback, c'est moi le patron de ce projet-là. اللي انا نذكر معناتها الاستثمار اللي عملته تونس والرياضه التونسيه فيا الى بي معناتها دي ديفيدوند اكستراوردينير، معناتها ميداي دور ميداي دو برونش في العاب لندن. انت اليوم جاي تحاسب فيا في وين مشات الفلوس هذيك، وتشكك في مصداقيتي وتشكك في
في مصداقية ستاف تكنيك نتاعي وتشكك في الخطة اللي رسمناها مع الوزارة التونسية في 2012 عيب أخلاقيا ورياضيا سي با ان بون كومبورتمون. دونك أسامة تفضل معناها يكون تعاملك أنت مع الوزارة ما غير ما تدخل الجامعة في المستقبل في الحكاية هذه. التعامل اون اوبليجي دو باسي با لا فيدراسيون، مي الفيدراسيون لازم تكون منضبطة بأي شيء معناتها منضبطة. إذا كان المينيستير تفهمنا في 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 منحة وصرفت المينيستير معناتها الفلوس المنحة خرجت من المينيستير ودخلت في الكونت نتاع الفيدراسيون، ما تعطلنيش ما توترنيش أعصابي ما 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 تقعدش تمشي فيا وتجيب على شيء تفهمنا فيه باش يخرج باش تخرج الفلوس في الداتا هذيك ومن بعديك تحاسبني، مش تجيني انت وتشد فلوس وتوتر لي اعصابي وتخلي وما تخلينيش نشارك وتعمل لي معناتها اللي ما يتعملش ومن بعد ابوستيريوري تجي تقول لي اه لا الفاتوره هذه ناقصه دونك اون فا اريتي توت بروسيدور معاك انت وباش نوقفوا البورس وباش نشدوا لك الفلوس وتصير تحويل وجهه منحه اللي هو معناتها ان بريسيدون تري تري غراف في رياضه النخبه بالنسبه للنخبه اللي تباشر نشاطها خارج التراب التونسي. واضح، يعطيك الصحة شكرا ليك وسام خليك في الاخر كان عندك مضيف معناها. والله نكذبش عليك معناتها مشكورين انتوما برشا اللي تبعوا الملف هذا وقعدوا تبعوه معنا، انا نعمل على الاعلام الرياضي باش يساندني في الكومباني هذه باش يساندني في تحريراتي الممكن اخر العاب اولمبيه في سجلي. معمل برشا زاد على الإدارة العامة للرياضة ومعمل زاد على كلكو بيرسون في الفيدراسيون إن شاء الله تنور الحق وإن شاء الله نوصلوا الريزلتا اللي يقيم مقامي ويقيم معناتها يليق بالصورة نتاعي ويليق باللي عملته للسباحة التونسية اليوم. واضح، يعطيك الصحة شكرا لك أسامة الملولي على كل هذه التفاصيل مديتنا بها والتوضيحات، بعد شوية يجيكم زميلي أسامة في الأخبار نحن مواصلين.